اللي بعدهم عارف كاين سلوكات خطيره. ناخذوا المقاطع، تصور واحد جا باغي وتصوروا هذه شهاده الحياه شوف شحال زوينه بلي هو حي راه عندنا. اه السلام عليكم. نعم سيدي بارك الله فيك. صافي اجاك شي سيدي بغيت شهاده الحياه اللي كنت ايه راه عليا انا ها لا كارت مزيان وانت هو هذا كيزوروا خاصك تكون تصويره وباش عرفتك بلي انت هو هذا خاصك تجيب لي شهود بلي انت هو هذاك وخاصك تجيب شهود بلي انت حي. الحمد لله دابا راه غيديروا واحد الكارطه هنا فين خمو ايه فيها كل شيء دابا يلا وصلت ايه سبحان الله العظيم. تصور واحد اخر جا لدار خليفه ايه داخل باغي يشوف القايد الا مخزني حاضي غير الطالون ديال الصباط الا كان الطالون ملحوس مهلوك كيعرفوا غادي غير على رجليه حتى الطوبيس ايه مهلوك سالي كيقولوا لا لا ما كاينش المظاهر خص الصباط يكون كي الناس تطورات خص يكون داكشي لوكس يكون تصور واحد جاي يشوف القايد المخزني دار فيه قال له شد صف شد صف دارها لقى راسو بوحدو قلت لك شد صف صرف 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 المواطن بوحدو حتى هي ما يتسنى اوي حل الباب على القايد قال له القايد اش هاد الفوضى قال له دفعوني دفعوني كيف ضريب